في النهاية إن لم نقف مع غزة وفلسطين وباقي قضيتنا، كل الأرواح اللي راحت دي من سيأتي بحقها؟ يبقى احنا خاينين لهذه الأمانة، احنا مقصرين في حق هذه الأمانة. والدها دائما يصبرها كما قالت. أيضا أنا أذكر والدي عندما وعيت ورأيت صورة مسجد قبة الصخرة، كنت طبعا في البداية هي المسجد الأقصى، هذا ما صنع الوعي. اليوم ابنك رايح المدرسة، لابد أنك أنت العلم الموجود خلفي ده. أنا كنت في مباراة أنا وابني في مكان ما في دولة أوروبية، ورأيت واحد جنبي أنا وابني على الكرسي اللي جنبنا ماسك علم إسرائيل، وإحنا معناش علم. أنا مش محتاج أن أنا أديله علم المصري، لأنه أنا في النهاية خالص أنا أحمل جنسيتي وعلمي، لكن منذ هذه اللحظة بحثت عن علم فلسطين، وأصبح العلم الفلسطيني معي في كل مباريات كرة القدم التي أذهب لها، كل مباريات كرة القدم التي أذهب لها. هذا جزء من الرد. اليوم كل طفل صغير لابد أن يحمل علم فلسطين وهو ذاهب إلى المدارس الانترناشونال والأمريكية والبريطانية. لابد أن أوضح للمعلمين هذا صراع في بلادنا العربية، هذا صراع لابد أن يتم الأولاد لابد أن يحفظوه، أن يواجهوه. الصحفيين لابد أن يخاطبوا الصحفيين الأجانب، المؤسسات الإعلامية لابد أن تخاطب المؤسسات الإعلامية الأخرى. لابد أن نتحدث هذه الأيام، أن نتحرك، تتحرك الشعوب. إذا سكتت الشعوب ستنتهي هذه الشعوب كما يحدث، ونرى شعوب انتهت، تم تحييدها، وتحييدها يعني إنهاءها، وإنهاءها يعني تصبح مطبعة مع إسرائيل. يبقى غدا يحكمها واحد صهيوني واحد إسرائيلي، انتهت هذه الشعوب. الخريطة التي قدمها آخر كلامي نتنياهو، خريطة العالم العربي بالأخضر وفلسطين بداخله، هل هي خريطة شرق أوسط جديد؟ لا، هذه خريطة إسرائيل، ونحن بعد ذلك الخطة موضوعة لإنهاء كل هذه الأنظمة الموجودة بشكل أو بآخر كما يتم في القضية الفلسطينية. أخيرا وليس آخر، إذا كان اليوم نتنياهو طلع وقال لن ننسى ولن نسامح العالم، هذا ابتزاز للعالم. لن نسامح العالم في ماذا؟ فيما يحدث في ماذا؟ في قصة وهمية، فما بالك بقضيتنا وضحايانا وشهدائنا وجرحانا وبيوتنا وألمنا؟ كيف لا نستطيع أن نقدم هذا العالم إن لم نفعل كإعلاميين، إن لم نفعل كمؤسسات، إن لم نفعل كشعوب؟ كل واحد في فرنسا، في ألمانيا، في كل دولة عليه أن يحمل صوره ويطبعها من الطبع في بيته ويحملها ويذهب إلى وزير خارجية، إلى وسيلة إعلامية، يقدم هذا الأمر غدا وليس الآن. اطبع في بيتك الصور، اطبع خدها جارك، يعني وسائل بسيطة، اطبع ودي لجارك وريله صور الناس وخليه يديله مواقع سواء الإنجليزية الجزيرة الإنجليزية، سواء إذا كان إنجليزي هناك. لابد من الحركة خلال 24 ساعة القادمة للعالم العربي. إن لم تتحركوا فأنتم آثمون، لن يرحمكم التاريخ، ولن وكيف ستقفوا أمام الله سبحانه وتعالى يحاسبكم. وفي النهاية هذه الأرض ستتحرر، هذا المسجد سيتحرر، هذه الطائفة ستنتصر، لأنه مش كلامي، ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، والقرآن الذي حفظناه، الذي حفظنا آباؤنا وماتوا وهم على ذلك. إن شاء الله أنا أقول لإخواننا في فلسطين اثبتوا، اصبروا، قدمتم وأنتم في السبق، أنتم لستم كالبشر، فأنتم أفضل من أي بشر موجودين على الأرض، لأنكم أصحاب رسالة، قدمتم، ضحيتم بكل روح، نحن معكم مقصرين، لكن إن شاء الله منتصرين بإذن الله.